انا عايزك لا حاجه اقسم بالله. هاني بس الواد دوت ياكل البسكوت اكله الواحد نفسه رايح لها ومش حد. الواد ده شغال طحن مش مبطل. اه بطل. اه الراجل وهمه. ياني الراجل شغال مش مبطل قص في الزرع والبحر. الراجل دوت عامل زي ما يكون راجل ايه كبير في السن. بس صحته ضم البيت. الصف يابا عامل ايه؟ الحمد لله يا ولد عبد. انت جايبنا على مدى وشي مش عارف انت عايز مني ايه؟ في موضوع عايز اتكلم. طب ما تعمليش كده يابا عشان ما اضربكش. تضربني يا ول؟ ايوه عشان كده بقى تتضرب بيك قلم وبزياد. طب شوف انت عايز ايه. انت ضربه وانت ينفع كده يابا؟ سيبتهم يضربوني يابا. يعني بضحك برضك عشان انت تستاهل. ينفع كده ان انت عمال تعمله في الناس؟ ربنا يسامحك يابا. يسامحني؟ انت هتروحنا لجهنم يا جدع. يا نعمل ايه؟ ما عادش تبص في حاجة الناس. خلاص بعد كده هات له طرحة وحطها على عيد عشان ما ابصش لحد. طرحة؟ على اخر الزمن ابن عبده اللي انا رافعه على رؤوس الناس كلها يقول لي هات طرحة. بقول لك طرحة حطها على عيني على فين ما شفتش. ما تشوفش. تصدق انت عيل ما تستاهلش. هين عليهم يجي يدولك علقه تاني. العلقه دي لو قامت تهم رجلي بعد ما يرسم لو حطك تحت رجلي وهديها لك واحده واحده. لا ما تشوف. انت ما تعرفنيش؟